وانطلاقاتنا مستمرة من أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة وانطلاقة شوط الختام في هذه الأمسية الترادية الجميلة من أمسيات ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة. ينطلق مشاهدينا الكرام شوطنا الخامس عشر وهو شوط الختام في هذا المساء المتميز. نسير مع هذه الأسماء والشعارات المتميزة الحاضرة والمنطلقة في مسار وتحديات هذا الشوط. مباشرة نذهب مع الصدارة مع المركز الأول وأول الأسماء الحاضرة هناك فزعة خليفة بن علي بن حمد العطية من يقدم لنا فزعة مع المركز الأول، بينما المركز الثاني أتابع الوصول من وجود فهد بن سيف بن محمد أبو سعيد الخيارين من يقدم لنا شعاره مع ثاني التحديات. المركز الثالث على الوصول القدوم مشاهدينا الكرام من قبل من تصل مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام هنا محانيج لمحمد بن صالح بن محمد المانعه المري، بينما المركز الرابع اللي تدخلت في هذا المسار المتميز والجميل مشاهدينا الكرام وصلت هنا وتدخلت في هذا الانطلاق هيبه سعيد بن راشد بن عبد الله بن مبخوت بن قرح من غيرت بدورها نحو المركز الثاني. المركز الرابع وتابع الوصول والقدوم من امجاد لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، وخامس المراكز هناك شعار الخيارين من يتراجع مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجه مشاهدينا الكرام للخمسه الاسماء الاولى المنطلقه في مسار وتحديات هذا الشوط، ولكن لنا عوده مع البدايه، لنا عوده مع المركز الاول مع البدايه وصداره هذا الشوط مع شعار العطيه. هناك من يعلن الوجود مع البدايه مع المركز الاول مع فزعة خليفة بن علي بن حمد العطية من يقدم لنا فزعة مع المركز الأول وصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني أتابع هنا مع ثاني التحديات هيبة سعيد بن راشد بن عبد الله بن قرح هنا من يقدم لنا شعارة مع المركز الثاني. المركز الثالث أتابع الوصول مشاهدينا الكرام والقدوم مع المركز الثالث من محانيج لمحمد بن صالح بن محمد المانعة المري، بينما المركز الرابع على الوصول والقدوم مشاهدينا الكرام من قبل امجاد لمسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، بينما المركز الخامس اتابع الوصول مشاهدينا الكرام مع خامس التحديات من وصلت وتدخلت في هذا المسار الشاهينيه طامي بن حمد بن كليفيق بن خالد الهاجري من يصل مع المركز الخامس. تنويه مشاهدينا متابعينا الكرام بان التكريم تكريم الفائزين بالرموز في صباح هذا اليوم في هذا المساء بعد نهاية هذا الشوط، إذا التتويج سوف يكون بعد نهاية شوط الختام. إذا نستأنف شوطنا مشاهدينا متابعينا الكرام ونعود نحو الصدارة، نعود مع المركز الأول مع البداية مع شعار العطية من يقدم لنا هذا الانطلاق المتميز والجميل مع فزعة مع البداية خليفة بن علي بن حمد العطية من يبحث هذا الشعار عن تسجيل نقطة ثانية في هذا المساء. إذا مع البداية من يقدم لنا فزعة ويطمع أيضا باختطاف نقطة شوط الختام في هذا المساء المتميز والجميل، بينما المركز الثاني وتابع مع ثاني التحديات هنا من يصل شعار سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي مع المركز الثاني في هذا المسار مع انطلاقة هيبة. المركز الثالث على الوصول من شعار الشهواني القادم أيضا بتحدياته القادم مع انطلاقة أمجاد مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، بينما وتابع هنا الدخول والوصول من وصلت في هذا المسار وصلت هنا الدوحة سعيد بن راشد بن محمد بن سالم الدويكي من يصل مقدما لنا شعاره مع المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من شعار بن نايفة مع انطلاقة أيضا وحضور هنا ندى ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري قادم مع المركز الرابع. المركز الخامس وصول قدوم أيضا من رمز نوار بن دخيل الله بن عديس العتيبي من يصل مع المركز الخامس. هكذا هي النتيجة، ولكن عودة مع البداية، عودة مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط مع فزعة، فزعة مع المركز الأول بشعار العطية من يقدم لنا فزعة. هنا خليفة بن علي بن حمد العطية مع المركز الأول مع صدارة هذا الشوط،
بينما المركز الثاني وتابع الوصول مع المركز الثاني هيبة سعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي، والمركز الثالث أرى القدوم والوصول مع ثالث التحديات من شعار الدويكي اللي قادم مع أيضا هنا في مع المركز الثالث في هذا المسار. وصلت هنا انتباه من وصلت مع المركز الثالث مشاهدينا الكرام بشعارك المنصوري اللي قادم مع المركز الثالث في هذا المسار، سعيد بن عبد الله بن سالم المنصوري في هذا الانطلاق والمسار المتميز، بينما اتابع الوصول من الدوحه سعيد بن راشد محمد بن سالم الدويكي وصل في هذا المسار المتميز والجميل، ولكن تحرك ايضا شعار بن نايفه مع انطلاقه نداء ترحيب بن محمد بن ترحيب بن نايفه الهاجري، ولكن البدايه الله يا سلام تابع هذا الأداء، تابع هذا العرض المتميز والجميل، ما شاء الله على هذا الأداء المتميز والجميل، الله يا فزعة أقلعت فزعة مع شوط الختام، شوط الختام يتسجل مع العطية، يتسجل مع فزعة بهذا العرض الاستثنائي، بهذا العرض الجميل، مشكور يا بن زويد، مشكور يا بن زويد يا الجحافي على هذه المتابعة الممتازة وهذا العرض المتميز، هذا العرض الاستثنائي الجميل مع شوط الختام، سلام فزعة، سلام سلام العطية، سلام أسعد الله مساك على هذا الفوز وهذا الانتصار، ومشكور وسلمة يمينك على هذا الأداء الجميل والمتميز، تهانينا تهانينا نزفها من الأعماق للعطية على هذا الفوز، خليفة بن علي بن حمد العطية أسعد الله مساك، ومشكور يا صالح يا بن زويد يا لحافي على هذه المتابعة الممتازة. المركز الثاني اللي وصلت مع المركز الثاني مشاهدينا الكرام كان الوصول والقدوم من الدوحة لسعيد بن راشد بن محمد بن سالم الدويكي، والمركز الثالث المركز الثالث وصلت نداء لترحيب بن محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري، والمركز الرابع وصلت مع المركز الرابع مشاهدينا الكرام هيبة لسعيد بن راشد بن عبد الله الزعبي، والمركز الخامس كان الوصول والقدوم من رعود لمحماس بن سعيد بن علي الشيبة. هكذا مشاهدينا الكرام عشاق الأصالة والتراث محبين رياضة سباقات الهجن العربية الأصيلة تابعنا هنا فزعة من اختطفت ناموس شوط الختام مع هذا العرض المتميز والعرض الاستثنائي الجميل، تهانينا والناموس لخليفة بن علي بن حمد العطية على هذا الفوز، 7 دقائق 39 ثانية 7 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز وهذا الانتصار، بينما المركز الثاني وصلت مع ثاني المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام اللي هي مشاهدينا متابعينا الكرام الدوحة، من وصلت مع ثاني المراكز وتوقيتها الزمني لحظة وصولها إلى خط النهاية أيضا 7 دقائق 51 ثانية 9 أجزاء من الثاني، تهانينا والناموس أيضا لسعيد بن راشد محمد بن سالم الدويكي، بينما المركز الثالث وصلت مع المركز الثالث نداء وتوقيتها الزمني 7 دقائق 52 ثانية 6 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لترحيب بن محمد بن ترحيب بن نايفة الهاجري على هذا الفوز والانتصار.